قيلا له. ونحن عندما ننظر إلى المفكرين في آفاق العالم سنجد أن جل هؤلاء المفكرين مؤمنون بالله، مؤمنون بحقائق هذا الكون، لكن الذي يحول دون اعترافهم بهذا الإيمان استكبار، مصالح، عصبيات مختلفة. نعم. أما من حرر نفسه من هذه الأسبقيات فإن إدراك الحقيقة بعد تسليط العقل عليها يأتي انفعالا قسريا وليس فعلا اختياريا قط. فإذا أدرك العقل حقيقة هذا الكون وأدرك مكونه وعرف خالقه ومن ثم وقف أمام مرآة ذاته وعرف نفسه عبدا مخلوقا لهذا الإله، ولم يكن بينه وبين هذا التأمل حاجز من الاستكبار، حاجز من العصبية، عصبية الانتماء إلى آخر ما تعرفون، فإن الإدراك لابد أن يتحقق. وإذا تحقق الإدراك سرى من هذا الإدراك أثر بل غذاء هام إلى الروح. هذا هو الغذاء الأول الذي تحتاجه الروح لكي تخترق الحواجز التي تحول دون وصولها إلى ما تحب أن تركن إليه، إلى ما يستثير لديها الشجوة والحنين والطرب والانتعاش والنشوة. الغذاء الثاني هو الحب، وأنا أريد أن أؤكد أن هذا الحب موجود، وما من روح وجدت بين جوانح الإنسان إلا وحب الله عز وجل مطوي في طوايا هذه الروح، لكنه في كثير من الأحيان يكون راقدا، يكون راقدا. طيب ما الذي يمنع هذه المحبة الراقدة من اليقظة؟ ما الذي جعلها وهي موجودة تركن إلى الرقاد؟ المخدر، هنالك مخدر جعل الحب الرباني المهيمن على كل ذي روح من بني الإنسان، جعل هذا المخدر، نعم، المحبة راقدة تحتاج إلى من يوقظها ويحركها، في حين أن محبة النفس لشهواتها ولأهوائها ولملاذها لا يوجد ما يخدرها دون الشعور بهذا الحب. هي تتفاعل مع كل ما تحتاج إليه وتتطلبه من مبتغياتها الشهوانية، الأهواء إلى آخر ما تعرفون. أما الحب الذي انطوت عليه روحي، وأنا أتحدث عن كل إنسان من خلال ذاتي، الحب الذي انطوت عليه روحي لله عز وجل، وجد ما قد خدر هذا الشعور. ما الذي خدر هذا الشعور؟ هيمنة الرغائب النفسية على الروح، هيمنة الشهوات والأهواء النفسية على الروح. نفسي التي بين جوانحي تهتاج دائما لتذكرني برغائبها، لتذكرني بحاجاتها، لتذكرني بحظوظها. وما أكثر هذه الحظوظ المتنوعة المختلفة؟ هذه الحظوظ التي تهتاج بين جوانحي وفي نفسي تتغلب على رغائب الروح، ومن ثم الحب الإلهي الموجود في
طوايا كل روح إنسانية يصاب بالخدر. أجل، هذا هو السبب أو هذا هو العائق الذي ينبغي أن نعلمه جيدا أيها الإخوة. أنا في كل ساعة من الساعات أجد أن هنالك شعورا يطوف بين في نفسي في كياني. هذا الشعور يقول لي بلسان الحال وإن لم يكن بلسان المقال: إن فؤادي بحاجة إلى شيء ما يفتش عنه ولما يعثر عليه بعد. لعله الطعام الوفير؟ لا. لعله الشراب النمير؟ لا. لعله الشهرة التي يحج إليها كل منا؟ لا لا. لعله المركز؟ لعلها الوظيفة؟ لعله المال الكثير؟ لعله لا 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 لا. كل ذلك وجد، ولكن هنالك ظمأ لا تزال روحي تشعر به. لو أن كل منا راجع نفسه ليشعرن بهذه الحقيقة أيها الإخوة. طيب، متى تصل الروح إلى حقيقة هذا الذي تبحث عنه بقدر من الجهاد؟ الجهاد الأول سهل: العمل على أن أدرك الحقائق، خلال 24 ساعة أدرك الحقائق. الجهاد الثاني أن أوقظ مشاعر الحب المهيمنة في روحي في كياني لله عز وجل، وذلك بأن أتحرر من رغائبي النفسية، بأن أتحرر من شهواتي، بأن أتحرر من عصبياتي. ولا أقصد بالتحرر الابتعاد عنها، وإنما أقصد بالتحرر أن لا تهيمن علي، أن لا يكون لها سلطان على قلبي، ومن ثم أن لا يكون لها سلطان على روحي. وهذا الطريق من الجهاد طريق مستوعر، لكنه يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا سرت في هذا الطريق حررت نفسي من عصبياتها، حررت نفسي من رغائبها الشواني والأهواء وما إلى ذلك التي حدثتكم عنها، وسرت في هذا الطريق وعالجت نفسي بالأدوية المعروفة في هذا المنوال، فلسوف تستيقظ هذه المحبة بين جوانحي، ولسوف تتحرر روحي من سلطان الشهوات والأهواء التي هيمنت نفسي على روحي بسببها. ولسوف أجدني أردد مع ذلك الشاعر قوله: كانت لنفسي أهواء مجنحة، فكانت لنفسي أهواء مفرقة، فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي. فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولاي. تركت للناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي. هذا الطريق ينبغي أن نسلكه جميعا أيها الإخوة، من أجل أن نعطي الروح حاجتها، ومن أجل أن نوقظ رقدة الحب الموجود بين الجوانح، يعني في طوايا الروح. هنا أريد أن أصل إلى النتيجة التي أريد أن نقف معا عندها. عالجت روحي بهذا الدواء، حاولت أن أتحرر من حب التعالي، من حب الرغائب والشهوات، من حب الشهرة، من جمع المال. حاولت أن أبتعد عن حسد من أحسدهم لأنهم تبوأوا مراكز أكثر مني، لأنهم سبقوني إلى ما كنت أريد أن أسبقهم إليه. تحررت من هذا كله. هنا سأجد أن حبا قدسيا عجيبا يهتاج شعورا عارما بين جوانحي، ولن أستطيع
أن أذوق لذة حب في الكون أعلى وأسمى من لذة هذا الحب. نعم. وعندئذ أدرك الخطأ الذي كنت أتقلب فيه عندما كنت أقف أمام مشهد من المشاهد الأرضية فتتجه نفسي بالحب لهذا المشهد، أظن أن روحي متجهة إليه. كنت أقف أمام مشهد لشهوة من الشهوات فأشعر أنني مندفع إلى هذا المشهد، أظن أن روحي متجهة إليه. لا، هذا كان ظلما للروح. النفس هي التي كانت تتجه إلى هذا المشهد، ولكن النفس كانت قد صادرت مشاعر الروح لحسابها. نعم، هنا أجد نفسي أمام حقيقة ماثلة. لا، هذه المشاهد لا قيمة لها. إن روحي تقول بعد: سر الغاية أمامك. نعم، لا تخدعنك هذه المشاهد، لا تتوقف أمام هذه الصور. نعم. طيب، في هذه الحالة كيف تكون الروح وقد عاد شهر ربيع الأنور وفاحت رائحة ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فاحت رائحة ذكرى بعثته التي انتشرت رحمة في الآفاق أجمع، كيف تكون حالي وقد استيقظت مشاعر الحب بين جوانحي لصاحب هذه الذكرى، بل لله أولا ثم لصاحب هذه الذكرى ثانيا؟ لابد أن يستبد بي الحنين إلى صاحب هذه الذكرى تماما، كالشعور الذي ينتاب نفس الإنسان عندما ينتهي الشتاء وعندما تنتشر الخضرة الزاهية مرة ثانية أمام الأبصار، وعندما ينتعش العين وينتعش الأنف بعبق هذه الورود والزهور والرعد تماما. هل أستطيع أن أنكر أثر هذا الربيع الجديد الذي أقبل إلي بفوحه وجماله؟ هل يستطيع فينا من ينكر أثر هذه الذكرى؟ لا. تماما كذلك الروح التي استيقظت محبة الله عز وجل في طواياها، واستيقظت من ثم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طواياها، لابد أن تنتعش لهذه الذكرى. هل في الناس من يمكن أن يقول: لا 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 لا، هذه الذكرى لا موجب لها؟ هذا الكلام غير وارد، لأن أثر هذه الذكرى على النفس انفعال قسري وليس فعلا اختياريا. كأنك تقول: لا تشعرن روحك بالحنين الذي يستبد بها إلى صاحبه الذكرى. المسألة ليست مسألة اختيارية، أنا يجتاحني شعور يرمضني، يجتاحني شعور مؤلم ولذيذ بآن واحد لصاحب هذه الذكرى. هل تستطيع أن تقول: إياك أن تنتعش وأن تطرب لمرأى الورود والرياحين ولمرأى الخضرة الزاهية كل ذلك وقد أقبل إليك بعد شتاء طويل؟ لا يستطيع أحد أن يقول هذا. أصحاب رسول الله من قال إنهم لم يكونوا يتأثرون ويتفاعلون مع هذه الذكرى؟ من قال هذا؟ كم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقف أمام شجرة قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحتها، فتمدد في ذلك المكان الذي قال نام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم من صحابي قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين عند هذه الشجرة أو في هذا المكان، فنزل عن دابته وصلى حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ معظم
العبادات التي كلفنا الله بها فيها ذكريات تتغذى بها الروح. الطواف حول البيت إحياء لذكرى البيت الذي أشاده أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم خليل الرحمن. صلاتك ركعتين عند المقام أليس إحياء لذكرى أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم؟ السعي بين الصفا والمروة أليس إحياء لذكرى تاريخ من أقدس ما نعلم من التواريخ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان بعيدا عن التأثر بهذه الذكرى التي حللتها لكم وشرعت لكم أبعادها وأسبابها؟ عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك ولاحت أمامه بيوتات المدينة المنورة ونظر فوجد جبل أحد أيضا عن يمينه باسقا يستقبله، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. ما الذي جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام وإنكم لتشمون في كلامه هذا رائحة القلب الملتاع، رائحة الشعور المهتاج؟ هذه طابة بعد العهد بها شهرين لا أكثر، ولقد عدنا إليها بعد غياب شهرين فاهتاجت بين جوانحنا مشاعر لمرأة هذه. فكيف عندما تبتعد عن طابة سنوات طويلة ثم يعود بك حسن الظن حسن الحظ إليها؟ وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه، من أين انبثق هذا الغزل بأحد؟ من حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرى غزوة أحد، ذكرى تلك الغزوة التي احتضن سفح أحد في أعقابها أولئك الشهداء، عجنت دماء أولئك الشهداء بتراب أحد، بتراب ذلك السفح. ها هي ذي الذكريات تستبد بقلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يمكن للإنسان أيها الإخوة إذا استيقظت بين جوانحه مشاعر الحب لشيء ما إلا أن يرتبط بهذا الحب حنين الذكر، حقيقة لا مجال للخوض فيها ولا مجال لإنكارها أو النقاش فيها. نعم، فنحن أقول إننا لم نستطع أن نوقظ الحب الحقيقي بين جوانحنا لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نعلم أن فطرتنا الإيمانية موجودة، وأن هذا الحب إن كان مستيقظ ولا إن كان راقد موجود، هذا الحب لا يمكن أن ينكره أحد بشكل من الأشكال. طيب، وأرجو أن نكون قد استطعنا بما نحمل أنفسنا عليه من الجهد والجهاد استطعنا أن نوقظ هذا الحب بين جوانحنا. هل لنا اختيار في أن نعرض عن هذه الذكرى فلا نتفاعل معها؟ ليس لنا خيار في هذا بشكل من الأشكال أيها الإخوة. نعم، طيب، بقي أن أقول شيئا. هنالك في الناس من يقول أمام هذه الحقيقة التي استطعت أن أبينها باعتقاده ولو بشكل مختصر، يقول: فما السبيل إلى أن أوقظ بين جوانحي هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثيرون هم الذين يسألون هذا السؤال، وأنا عندما يواجهني أحدهم بهذا السؤال أواجهه بالكلام التالي، أقول: كنت أتوقع أن يأتي السؤال مناقضا لهذا الكلام،
كنت أتوقع أن يأتي السؤال هكذا: هل هنالك من سبيل لإنسان عرف الله عز وجل وعرف حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم ثم لم يتعلق قلبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا وشوقا وتحنانا؟ هذا ما ينبغي أن يسأله الإنسان. طبعا أنا أقول عن إنسان آمن بالله، عرف الله فآمن به وعرف أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباري عز وجل جعل، أريد أن أقول شيئا واحدا: لا يصل الإنسان إلى الله عز وجل، لا يرقى إلى الله إلا بجناحين اثنين، جناح العلم وجناح الحب. لا العلم وحده يوصل ولا الحب وحده يوصل. طيب، فإذا عرف الإنسان ربه ولم يحبه، عرف الإنسان المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يحبه، يكون كهؤلاء المستشرقين الذين عرفوا الله، وفيه من عرف نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من الحب، وإذا وجد الحب فالحب يقرب البعيد، الحب يلين الحديد، الحب يجعل الأمر العسير سهلا. نعم، لا شك في هذا ولا ريب. ومن ثم الحب هو الذي يجعل الإنسان إذا فاحت رائحة ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعثته أو أثر من آثاره، لابد أن تهتاج بين جوانحه مشاعر الحنين إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا نقول: نعم، هنالك علاج. إذا أردت أن توقظ محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تأتي طبعا بعد محبة الله بين جوانحك، فالوسائل كثيرة، لكني أختصر الطريق بشيء واحد: ألا تؤمن بمبادلة الحب؟ يعني أنا عندما أعلم أن زيدا من الناس يحبني، لا يمكن إلا أن أبادله حبا بحب. هذا شعور كل الناس يعرفونه. طيب، ألم تعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استبد به الحنين إليك، وأنت واحد ممن عرف الله وممن عرف محمدا رسولا من عند الله عز وجل؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه مالك في موطئه خرج إلى البقيع قبيل وفاته ومعه ثلة من أصحابه، فسلم على أهل البقيع ثم قال: وددت لو أني رأيت إخواننا. قال له أحد أصحابه: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد، وسأكون فرطا لهم على الحوض. طيب يا أخي، إذا النبي عليه الصلاة والسلام اشتاق إليك وإلي، أفلا نشتاق نحن أيضا إليه؟ نعم، يستحيل للإنسان إذا عرف أن فلانا من الناس يحبه إلا أن يبادله حبا بحب. والأرواح جنود مجندة، نعم، ما تعرف منها تلف. فكن على يقين أن المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم، قد تشوق إليك. هذا إذا كنت مؤمنا بالله عز وجل ومؤمنا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا عرفت هذا ودرست سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحب موجود، سيستيقظ هذا الحب. الواقع أن هذا الحديث حديث ذو شجون أيها الإخوة، وحديث الحب حديث يعني الناس جميعا يطربون له، والناس جميعا يعبرون عنه، لكن كل يغني على ليلاه بحسب الظاهر، بحسب الظاهر. أما بحسب الباطن فالكل يغني على شيء واحد، ويلهج لسانه أو يتوجه قلبه إلى محبوب واحد، إلا أن هذا المحبوب كثيرا ما المشاعر النفسية تصادر حنين الروح لحسابها. فأنا أظن
أنني إنما أهوى منظرا من المناظر، فتاة من النساء كذا إلى آخره، والواقع أن حقيقة الحب إنما هو لله عز وجل ولرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن نفسي المهتاجة بين جوانحي تصادر مشاعر الروح لحسابها. يقول في أول الأمر هذا الإنسان: لي لذة في ذلتي وخضوعي، وأحب بين يديك سفك دموعي. هذا ذل الله، لكنه أخطأ فقال هذا الكلام. وإذا أخذ نفسه بالعلاج الذي ذكرته لكم مدة من الزمن، سيأتي يوم يقول فيه: لي لذة في ذلتي وخضوعي، وأحب بين يديك سفك دموعي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.